جمال. بالتحديد عايز اتكلم على مقترحات النادي الاهلي ورؤيه النادي الاهلي المستقبليه للقاره الافريقيه او لبطولات الانديه الافريقيه اللي قالها الكابتن محمود الخطيب. رايك فيها ايه؟ وكان ابرز يعني اقتراح فيها او اول اقتراح هو ان عوده نظام البطوله للسابق بين المباراه. افكاري بقى ولا والله كنت هتتكلم في النقطه دي؟ انا والله كنت هتكلم في النقطه دي لان اللي احنا بنقوله وبناكد عليه ان النادي الاهلي مش عامل مؤتمر عشان يبكي على حاجه ضاعت. ما خلاص خلاص اللي حصل حصل بالظبط. لا وبارك وحتى بارك للوداد. اه طبعا بارك للوداد طبعا لانه ليس طرفا في هذه الفضيحه يعني. لكن عامل المؤتمر ده كمان لاعاده النظر في نظام البطوله وهي كانت واضحه قوي اكتر. سيبك من قصه عوده الذهاب والاياب مش بس لا عدم وجود لائحة خاصة طبعا ده امر مهم جدا بهذا النهائي. لابد ان يكون هناك لائحة يعني بمعنى ان اللائحة دي تحدد كل جوانب المتعلقة بالنهائي. يا اما يرجع ذهاب واياب يا اما تحط بند اساسي انه لو هتتعمل مباراة واحدة يبقى لها نظام بالظبط ما تتعملش بقى معلش يعني دي كده معمولة اشوف الفريق الاقرب ايه واوديه معموله يعني سوري يعني بطيخي يعني يعني انا بجيبها تعبير يعني ده يعني انا مسؤول عن كلامي ان هو يعني نستنى ونبقى نعلن لما نعرف مين اللي هيبقى النهائي. طب يعني انت فاهم قصدي ملهاش نظام. والكابتن محمود استشهد بنظام البطولة الأوروبية اللي هو اللي بينظمها الاتحاد الأوروبي اللي هي بطولة دوري أبطال أوروبا معروف من بداية البطولة ها وقد يكون قبلها بسنتين ثلاثة كمان بطولة 25 معروفة بتلعب إنها تقام في مكان معين. ففي هذه الحالة محدش يقدر يطلع يقول لك اشمعنى محدش يطلع يقول لك أنت منحاز. وبعدين النقطة المهمة في هذه الاقتراحات ان المجلس انه النادي الاهلي النهارده وكابتن محمود الخطيب بيقول انه يجب يعني تلميح كده واضح يجب على الاتحاد الافريقي ان يكون اب لكل الانديه وكل الاتحادات. لا يصح يعني احنا حيينا فوزي لقجع لان هو يتعاطف مع فريقه او مع بلاده لكن بحاول يهيئ لهم العوامل يعني. لكن على فكره هذا لا يجب ان يكون مفروض. يعني احنا حييناه بشكل ودي انما انا لو انا مصري ورئيس الاتحاد طب الراجل متسبي مثلا طب ما هو رئيس الاتحاد ليه ما تعاطفش مع جنوب افريقيا مع اورلاندو صن داونز اورلاندو لا اورلاندو بايرتس لما اورلاندو بايرتس الطرف الثاني في المباراه اللي هي مع نادي الكونفدراليه كان المفروض يبقى البطوله النهائي يبقى فيها يعني في جنوب افريقيا على الاقل يعني هل يصح ان الراجل الجنوب افريقي يبقى اكثر فير وعداله مننا كعرب؟ لا انا ضد هذا الكلام. وانا على فكره عمري ما طلبت من المهندس انا بريده انه ينحاز. لا احنا مش عايزين اي انحاز خالص. عاوز حقك يا ريس بالظبط عايز عداله. كل اللي انا عايزه لما تلاقيني هتظلم لا اقف مش هقولك يعني انت ما بقولكش هات لي حاجه مش حقي لان النادي الاهلي قادر على انه يلعب زي ما قلنا يا اما تلعب ذهاب واياب فيبقى عندك اللعب النظيف ده موجود فرصه عندي وفرصه عند المنافس اقدر انا ارتبها يا اما تلعب في ملعب محايد ويا اما تبقى محدد الملعب قبل بدايه البطوله قبل يعني عايز اقول ايه انه النادي الاهلي يا استاذ محمود مش طالب حاجه ريشه على راسه ولا تميزه النادي الاهلي طالب حفظ حقوق اللعب النظيف وتكافؤ الفرص وبعدين اللعب النظيف ده يتحقق بكذا طريقه. اول حاجه زي ما قلنا يا تلعب ذهاب واياب يا تلعب في مباراة واحدة في ملعب محايد يا تلعب في الملعب اللي انت عايزه بس تقول لي من الاول ها. وبعدين سوري يعني اللي بوظ الدنيا خالص بقى كمان موقف الاتحاد المصري بس هو ده اللي وصلك الى ان تخدع يعني انت رايح وانت مخدوع ومضروب خنجر في ظهرك ها من جوه